في الفترة الأخيرة كتر الكلام عن تحركات دولية كتير بتقودها روسيا والصين العدوين الشرسين للولايات المتحدة الأمريكية، وده طبعا لاستبدال الدولار بالعملات الوطنية أو عن طريق استحداث عملات جديدة للتعامل بيها في المعاملات التجارية بين الدول. والحقيقة في دول كتير بتتجه لبديل للدولار بسبب سياسة أمريكا العقبية، وكمان استغلال الدولار في خنق الشعوب والدول اللي مختلفة معاها في مصالحها زي ما حصل مع روسيا وقبلها الصين. علشان كده ظهرت مجموعة دول بريكس وتجمعات تانية في أمريكا الجنوبية وحتى في المنطقة العربية وخاصة الخليج، في دول عملت صفقات تجارية دولية بعملاتها الوطنية زي ما حصل بين الإمارات والهند والسعودية والصين. مفيش شك إن اختراع عملات بديلة للدولة هيضعف الوحش الأخضر، لكن في المقابل والعقل موازين الاقتصاد والثروات والإمكانيات العالمية والاقتصادية المهولة للولايات المتحدة والدول اللي بتدور في فلكها بتأكد إن الدولار هيفضل عملة العالم لسنين كتير جاية. إيه هي قوة الدولار وليه مصر ما تقدرش تستغنى عنه كعملة دولية؟ هنعرف كل التفاصيل ولكن بعد الفاصل. بانكير، نبض البنوك. لو هنتكلم اقتصاد وبعيدا عن العواطف، الدولار الامريكي هيفضل بقوته، ولو هنتكلم بالارقام فحضراتكم 62% من الدين العالمي و56% من القروض الدولية و44% من حجم تداول العملات الأجنبية وما يقرب من 60% من احتياطات النقد الأجنبي في العالم كله محسوبة بالدولار الأمريكي، وده بحسب بنك التسوية الدولي. والدولار الأمريكي هو العملة الأقوى من بداية 2021 مقابل العملات الرئيسية. لغاية دلوقتي كمان كل قروض صندوق النقد الدولي معتمدة بالدولار، ده غير قوة الاقتصاد الأمريكي واللي حضرتك سجل 23 تريليون دولار في 2021 وبنسبة 25% من الناتج الاقتصادي العالمي في نفس السنة، يعني ربع الناتج القومي لكل دول العالم بما فيهم أوروبا والصين والهند والنمور والفهود والأسود الاقتصادية. خلينا كمان نقول حاجة مهمة جدا وعقلانية تخلي الدولار سيد العملات لسنين طويلة جاية، وهي القوة الرهيبة للسياسة الأمريكية في العالم واللي بتخدم عليها قوة عسكرية مخيفة، وفي دول كتير جدا بتخضع ليها ودول مهمة اقتصاديا وبالبلد كده أمريكا بتحميها زي اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان، وأوروبا نفسها الأكبر حلف بيحميها هو الناتو اختراع أمريكا وبتسيطر عليه أمريكا، والمقصود أن واشنطن عندها حلفاء أقوياء ما يقدروش يخلفوها وأكيد مش هيقف في وش الدولار. الكلام كتير في قصة قوة الدولار عالميا حتى لو طلعت عملات بديلة، فده مش هيقضى عليه لكن ممكن يضعفه، وفي نفس الوقت تدمير الكيانات الاقتصادية الجديدة هيكون هدف للقوى السياسية والاقتصادية وجائزة العسكرية للولايات المتحدة، وساعتها ممكن دول في الكيانات دي تتراجع. نيجي بقى للموضوع اللي يهمنا احنا كمصر، ليه ما نقدرش نستغنى عن الدولار؟ شوف يا فندم، في مايو اللي فات 2022 الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وقف وقال قدام بعثة تجارية أمريكية كانت بتزور مصر إن الولايات المتحدة شريك استراتيجي رئيسي، وإن مصر بتسعى بقوة لتعزيز العلاقات الثنائية وكمان التعاون بين القاهرة وواشنطن. وأكد رئيس الوزراء إن إجمالي الاستثمارات الأمريكية في مصر التراكمية وصلت ل 24 مليار دولار بحلول عام 2022، وصلت في 2021 حوالي 1 مليار دولار، وكمان معظم ديون مصر الخارجية 155 مليار دولار بالعملة الأمريكية والقروض بالأمريكاني. ده غير طبعا ان في مصالح واتفاقيات استراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، ودي ليها بعد خاص بالامن الاقليمي والامن القومي المصري، بالاضافة لملفات المساعدات واتفاقيات الكويز، ودي لوحدها قصة تانية لانها الاتفاقية اللي بموجبها بضاعتك المصرية بتدخل السوق الامريكي. الولايات المتحدة بتستحوذ على 75% من صادرات مصر لامريكا الشمالية، وعلشان كده مصر بتفكر كويس جدا في موضوع البريكس، ولغاية دلوقتي ما انضمتش رسميا للتجمع حتى لو كانت انضمت للبنك التابع ليه. في النهاية بنتمنى التوفيق للحكومة المصرية. كنت معاكم أنا عبد المنعم إبراهيم، وإلى اللقاء. بانكير، نبض البنوك.